المسيحيين هنا في مصر ابتدوا الهجرة من 50 سنة بس، وكانت حسب الظروف اللي حصلت. يعني لما حصل مثلا السنة اللي جاء فيها حكم من الإخوان، حصل فيه نوع من الخوف، في ناس هجرت. ساعة ما البلد استقرت في ناس كتيرة رجعت. ومعدلات الهجرة بصفة عامة بين المسيحيين دلوقتي أقل مما كانت قبل كده.